أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تصريحات وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بخصوص رغبة السعودية في الوصول إلى اتفاق مع ميليشيا الحوثي. قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إن هناك رغبة بين السعودية والحوثيين للحديث والتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار في اليمن. تأتي تصريحة بن علوي بعد مباحثات عقدها مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن. بن علوي كان قد أكد في وقت سابق استعداد بلاده للقيام بدور دافع لأي جهود دولية لإيجاد حل سياسي يجلب الأمن والاستقرار لليمن. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب ودوافع السعودية للجلوس مع الميليشيا من أجل الوصول إلى اتفاق معهم، وما الذي يمكن للحكومة الشرعية عمله بخصوص المباحثات هذه بين السعودية وميليشيا الحوثي. نشاهد هذا التقرير ثم نتابع اللقاء مع ضيوفنا الكرام. لا تتوقف المساعي العمانية عن التواصل مع كل الأطراف لما يفضي لتسوية سياسية في اليمن. آخر تلك المساعي لقاء وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن ضمن إطار التوصل لاتفاق يضمن أمن واستقرار اليمن. عدة ملفات سياسية كانت مدرجة في أجندة المباحثات بين الجانبين اللذين يملكان تأثيرا مباشرا على أطراف الحرب. هذه المرة قدم بن علوي تفسيرا للتطورات الأخيرة إذ قال إن هناك رغبة من السعودية والحوثيين للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن ذلك يأتي مقدمة لإيجاد حلول واسعة في منطقة الشرق الأوسط. كان الوزير بن علوي قد استبق لقاءه ببومبيو بلقاء مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وهو الذي كان قد أكد ضرورة أن تنخرط السعودية في حوار مباشر مع الحوثيين. وينظر إلى زيارة بن علوي باعتبارها تتويجا لزيارة نائب وزير الدفاع السعودي المسؤول عن الملف اليمني في المملكة الأمير خالد بن سلمان، والذي أظهر مرونة في التعامل مع الأزمة ضمن جهوده ليبدو جديرا بأن يكون نائبا لشقيقه محمد بن سلمان في ولاية العهد. وما يظهر مؤكدا هو أن مساعي مسقط تأتي في سياق الأحاديث المتكررة عن لقاءات مباشرة في القنوات الخلفية بين مسؤولين سعوديين ونظرائهم الحوثيين خلال الأيام الماضية، وهو تطور كان يخبو مؤقتا مع زيادة حدة المعارك الأخيرة في الساحل الغربي والغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية. غير أن لقاءات ابن علوي الذي ترتبط بلاده بعلاقات وثيقة مع إيران الداعمة للحوثيين جددت التأكيد على أن الأزمة اليمنية في طريقها إلى الحل ما لم يطرأ أي مستجد. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من كندا الدكتور عبد القادر الجنيدي المحلل السياسي. أرحب بك دكتور عبد القادر. إذن بداية برأيك، ما هي الأسباب التي دفعت السعودية لأن تصل إلى قناعة إن صح التعبير بالوصول إلى حل سياسي مع ميليشيات الحوثي؟ السؤال لي أنا؟ نعم دكتور تفضل. أنا بالنسبة لي لا أعتقد أنه سيكون هناك اتفاق سلام على الإطلاق بالرغم من كل هذه المؤشرات. هذه المؤشرات ليست مؤشرات لسلام ولا هي مبشرة بحدوث سلام أو اتفاقية سلام، لا بين السعودية والحوثيين ولا بين الشرعية اليمنية والحوثيين. أسبابي كثيرة، أسباب تعود إلى السعودية نفسها، وأسباب تعود إلى أمريكا، وأسباب تعود إلى بريطانيا، وأسباب تعود إلى الحوثي نفسه، وأسباب تعود إلى الوضع اليمني نفسه. هل معكم وقت أن أتطرق إلى هذه الأشياء كلها؟ لو تعدد هذه الأسباب كلهم في يعني في سياق، خاصة يعني أن هناك الآن دكتور يعني زيارة لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لواشنطن، التقى بومبيو وزير الخارجية الأمريكي وتحدث أن هناك رغبة سعودية بالوصول إلى اتفاق مع ميليشيات الحوثي. كذلك هناك يعني كثير من التصريحات والتسريبات التي تتحدث عن التقاء ميليشيات الحوثي مع المملكة العربية السعودية، هناك الكثير من المؤشرات. يعني أنا مدرك لها كلها وعارفها بالتفصيل وبالتفصيل الممل،
ولكن ما أقوله أنه لن ينتج عنها أي شيء. واحد، هل يمكن عقد اتفاقية سلام مع المحافظة على السلاح الحوثي وميليشياته والسيطرة على شمال الشمال أو على اليمن؟ هل يمكن عقد اتفاق سلام تحت هذا الوضع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل سيقبل الحوثي بنزع سلاحه وسيطرته على الشمال؟ ثلاثة، هل يمكن أحد أن يقدم حافز أو شيء مغري للحوثي لأن يتخلى عن السلاح وعن الميليشيات؟ أربعة، هل يمكن أن يقبل الحوثي بالتخلي عن علاقته مع إيران؟ إذن الحوثي لا يمكن أن يقبل بأي من هذه الأشياء. السؤال اللي بعده، هل السعودية يمكنها عمل اتفاقية سلام مع بقاء سلاح الحوثي ومع بقاء سيطرته على اليمن؟ اللي بعده، هل يمكن إيران هي صبورة جدا ومتمكنة جدا من الحروب غير التقليدية، هل يمكن بعد كل هذا التعب، بعد أن استولت على 4 بلاد عربية و4 عواصم عربية، أن تتخلى عنها كلها هكذا ببساطة؟ يمكن أن تقبل بحل ترقيعي مقابل ثمن عاجل وثمين، ثمن ثمين وسعر ثمين، ومقابل أن يحافظ الحوثي على ما تملكه وما حاز عليه بقوته المسلحة وبميليشياته؟ إذا ممكن تجاوب على هذه الأسئلة بنعم، فسيكون الحل ترقيعي وليس حل سلام، وستكون هدنة وترحيل الصراع إلى سنين إلى فترة تقطط أو تقصر. أرجو أن تحتفظ بهذه الفكرة. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من الرياض، المحلل السياسي السعودي سيد سلمان عسكر. أهلا بك سيد عسكر. إذن ما هي الأسباب التي دفعت السعودية للتفاوض مع الحوثيين، وهي التي أكدت مرارا أنه لن يتم إلا إعادة الشرعية اليمنية إلى العاصمة صنعاء؟ حياك الله. في البداية أنا أرحب فيك وبضيوفك وبالسادة المشاهدين والسيدات. في البداية أنا من أبها، وإن كانت العاصمة هي الكل في الكل، لكن أنا من مدينة أبها جنوب المملكة السعودية. أهلا وسهلا بك حيثما تكون. الله يسلمك. الأمر الثاني يا سيدي، أنا في الحقيقة لم أسمع التقرير بداية الحلقة أو أسمع كلام ضيفك العزيز، ولكن ما أود أن أشير إليه حول ما يقال أو يشاء عن وجود اتفاق بين المملكة العربية السعودية والحوثيين. هذا الأمر أو هذا الكلام غير صحيح إطلاقا، وأنا أتكلم من موضع ثقة ومن معرفة وإطلاع، ومثل هذه الأمور عندما تتم فإنها تتم فوق الطاولة. التحالف العربي شفاف إلى درجة عالية جدا وواضح وصريح عبر ناطق العقيد تركي المالكي. كل المستجدات ما يحدث لا يمكن للتحالف أن يترك ثغرة فيما بعد أن يكون هناك حدث شيء في الماضي وكان متكتما أو متحفظا على ذلك. طيب، يعني في هذا السياق سيد عسكر، في هذا السياق كيف يمكن لنا فهم أن هناك عملية تبادل أسرى حدثت وأعلن عنها التحالف اليوم ب200 أسير حوثي، وكذا فتح لمطار صنعاء على الأقل بنظر أو بإشراف منظمة الصحة العالمية فيما يخص نقل الجرحى؟ كيف تم التفاوض إذن؟ سأوضح لك هذه النقطة سيدي. ما يعلن عن من تسليم أسرى وما يعلن مؤخرا من قرابة 200 أسير، إضافة إلى ذلك فتح المطار لمعالجة بعض المرضى مطار صنعاء، هذه الأمور تدخل تحت إجراء العمل الإنساني. هناك يا سيدي عدد كبير جدا من الأطفال تم تسليمهم بعد تأهيلهم وإعادة علاجهم وإعادة تأهيلهم في المملكة العربية السعودية، وأعيدوا إلى أهليهم دون ضجة إعلامية ودون أن يقول التحالف نحن عالجنا أو يظهر منة في ذلك أو أذى أو أن يجمع إعلاميين من المجتمع العربي والعالمي ويقول لهم ها نحن أعدنا أسرى. ما يقوم به التحالف العربي هو عمل تحت مظلة عمل إنساني سعودي بحت، يتم علاجهم في المستشفيات السعودية. ولعلي سأوضح لك بعض المستشفيات، مستشفى عسير المركزي، مستشفى نجران، مستشفى الملك فهد في نجران، مستشفيات جازان، وبعد إعادة هؤلاء وعلاجهم وتأهيلهم وهذا يعادون دون أي ضجة. فلذا التحالف العربي يعلم أن هؤلاء الأطفال الذين هم دون سن
الخامسة عشرة هم مكرهون وهم أبرياء وزج بهم الحوثي في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ولذا فيتم إعادتهم والترتيب مع أهلهم وذويهم. وما أعلن اليوم من التحالف العربي هو مجرد إعلان رقم رسمي أن التحالف العربي يسير في اتجاه القانون الدولي يحترم الأسرى، ولذا لا أعتقد أن الحوثيين قدموا أو بادروا أو عالجوا أسيرا لديهم، لقد قاموا بتصفية أعداد كبيرة. الحكومة الشرعية يا سيدي عفوا والسادة المشاهدين، هناك خمسة من الأسرى لدى الحوثيين، ولعل منهم منصور هادي إضافة إلى ناصر هادي إضافة إلى شخصيات أخرى قيادية كبيرة، لم يتكرم الحوثي بتسليمهم كأسرى بل أخذهم لازال حتى الآن رهائن. والمعلومات المؤكدة أن البعض منهم قد انتقل إلى رحمة الله، والبعض الآخر يتلقى تعذيب في السجون الحوثية في صنعاء كبيرة جدا بعيدا عن المنظمات الإنسانية والحقوقية. هذه الإشاعات وهذه الإتهامات وهذه الكلمات التي يحاول البعض أن يضخمها يا سيدي، للأسف عندما نجد عملا إنسانيا سعوديا ضخما مثل مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن أو مركز الهلال الأحمر الإماراتي لا نجد أي حديث عن هذا الجانب، وعندما يكون هناك عمل إشاعي يشيع له ويروجه الحوثيين بأن هناك اتفاق معهم وأن هناك مصالحة وأن هناك أعمال تتم في ظهران الجنوب والجنوب وأن هناك أعمال تحت الطاولة، الحوثيين يريدون من المملكة العربية السعودية أن تعترف بهم. الحوثيين يحلمون بهذا الأمر، الحوثيين يريدون أن يشوشون على الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي كيفما شاء وكيفما يريدون، وكل هذه المهاترات وهذه الإشاعات. طيب وضحت هذه الفكرة، لكن يعني نحن الآن نناقش فيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أن هناك يقول في واشنطن بعد لقائه مع بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن هناك رغبة سعودية في الوصول إلى اتفاق مع الحوثيين. طيب على كل حال أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيد عسكر، أرحب بمن ينضم إلينا الآن أيضا لهذا النقاش السيد عبد الحفيظ الحطامي الصحفي من مأرب. أرحب بك سيد الحطامي، برأيك إلى أي مدى يعني السيد عسكر يقلل من دقة المعلومات فيما يتعلق بالاتفاق، أي اتفاق يمكن أن يجري ما بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، إلى أي مدى هذه الأخبار دقيقة برأيك؟ نعم أخي الكريم، طبعا حتى هذه اللحظة لا يوجد إعلان رسمي من قبل المملكة العربية السعودية بإجراء حوار مع الميليشيات الحوثي، وهناك طبعا حتى إن تم تصريحات بإمكانية من قبل مسؤولين سعوديين بإمكانية الحوار مع الحوثيين، الحوار هو يعني مطلوب عموما لإنهاء القضية اليمنية وإنهاء الانقلاب التي أحدثته الميليشيات، لكن المشكلة في أن الميليشيات الحوثية هي التي تستثمر كل هذه الادعاءات والتسريبات، وتحاول بأنها تتخذ من نفسها يعني مصدر قوة، وتحاول أيضا في نفس الوقت التسريب عبر أجندات مختلفة لها سواء عبر وسائل الإعلام أو أجندات لها في المنطقة، من أن المملكة العربية السعودية تريد التقارب معها على حساب الشرعية كما ذكرت بعض المصادر، أيضا تحاول الميليشيات تفكيك التحالف وأيضا الشرعية من خلال هذه التسريبات وهذه التفسيرات، حتى وإن يعني خرجت تصريحات من مسؤولين في المملكة العربية السعودية يتم تضخيمها ويتم تفكيكها أكثر وتبسيطها لدرجة أنه بالمملكة العربية السعودية وأيضا الحكومة الشرعية قادرة على تنافي حجم الألم والوجع والدمار والخراب التي أحدثته الميليشيات في ليس في اليمن فقط ولكن في المنطقة عموما، وبالتالي من غير المستصح حتى هذه اللحظة أن توجد يعني علاقة، وبحسب مصادر حكومية اليوم تحددت بأن المملكة العربية السعودية أبلغت الحكومة الشرعية بأن هذه التسريبات أو ربما حتى هذه التصريحات من بعض جهات سعودية الهدف منها هو الجانب الإعلامي والتخفيف من الضغط على المملكة العربية السعودية على التحالف عموما وعلى أيضا الحكومة الشرعية من أنها موافقة على إجراء أي حوار مع الميليشيات، لكن الميليشيات لأنها لا تمتلك قرارها السياسي
ولا تمتلك قرارها الوطني، وبالتالي قراراتها وسيادتها للأسف الشديد تأتيها من إيران، وبالتالي هي لا تمتلك أي قرار وطني فيما يتعلق بالحوار والاتفاقيات، وإلا ما يحدث اليوم في البقاء وفي الساحل الغربي من تهديد للمياه الإقليمية والدولية في البحر الأحمر، يأتي بالتزامن طبعا مع التصعيد الإيراني في المنطقة، ومع التصعيد الإيراني والصراع الإيراني الأمريكي من تفاقم هذا الصراع، ينعكس أيضا على الوضع في اليمن. تصعد هذه الميليشيات في الأكثر من اتجاه، سواء بالتصريحات السياسية أو حتى بالواقع العسكري في الأرض، وتستخدم الأسلحة تلك التي تأتيها من عبر منافذ البحر الأحمر إلى الحديدة، وتستخدمها في قصف مواقع قوات التحالف، وأيضا أبعد إلى ذلك باتجاه الأراضي المملكة العربية السعودية. طيب دعني أنتقل بهذه النقطة إلى دكتور عبد القادر الجنيد. دكتور عبد القادر، وأنت متشائم بخصوص نتائج أي اتفاق يمكن أن يحدث إذا كانت هناك مفاوضات، لكن ضيفي الكريمين يبدو أنهما في سياق نفي وجود مثل هكذا مفاوضات، ما رأيك أنت فيما يتعلق بذلك من خلال متابعتك؟ أنا بستعمل العقل والمنطق، فكفكت اللاعبين كلهم، فكفكت الأدوار كلها، فكفكت مصالح الدول، فكفكت أهداف الدول، وكلها في النهاية بتؤدي إلى نتيجة واحدة، لا يمكن أن تحدث أو ننجز اتفاقية سلام مع الحوثيين. لا السعودية ستنجز اتفاقية سلام مع الحوثيين ولا الشرعية اليمنية. لكن هل هناك مفاوضات أم لا؟ ما فيش. من اللي قال؟ هو في كل هذه الأشياء قائمة على الأشياء التالية، الإشاعات هذه. واحد هو وزير الخارجية العمان الذي قال بذلك. أنا واحد سأذكرها كلها. ولي العهد محمد بن سلمان قال بعد اتفاقية الرياض نأمل أن تتلو هذا اتفاقية لاحقة بين المكونات اليمنية كلها، وتم تأويل هذا على أنه يعني مع الحوثيين. زيارة نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان فسروها على أنه هناك موجود المفاوض الحوثي الداعم في مسقط بصفة دائمة، وفسروها كلها أشياء من هذا القبيل. والثالثة، السفير البريطاني لما راح تغدى عند محمد عبد السلام في ليتا وقال أن السعودية ستتكفل بدفع مصاريف ونفقات الحوثيين، ولهذا سيتخلوا عن علاقتهم مع إيران. يعني كله كلام تهبيش وكلام ما يركبش، ما فيش كلام تقدر تركن عليه. أسألك سيد عسكر، ما هي مصلحة إذن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي عندما يقول إن هناك رغبة بين السعودية والحوثيين للحديث والتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار في اليمن؟ لماذا صرح بهذه التصريحات بعيد لقائه بوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بواشنطن؟ يعني وزير الخارجية الإماراتي يعني من حقه يقول ما يشاء وكيف يشاء ومتى يشاء. لماذا قال ذلك؟ يعني هل من سبب ما إذا كانت ليست هناك مفاوضات كما تقترحون، لماذا قال ذلك إذن؟ يا رجل، لماذا قال وزير الخارجية الإيراني نحن لم ندعم الحوثيين وليس لنا بهم علاقة، ثم بعد ذلك أتى قبل أقل من أسبوع وقال نحن على علاقة قوية بالحوثيين منذ أكثر من 20 عام؟ يا أخي ليس كلام هؤلاء الأشخاص قرآن منزل ولا بد أن نتبعه ونعمل. لا، أنا أقصد في الأبعاد السياسية لهذه التصريحات سيد عسكر، حتى تفهم علي. أنا أريد فهم الأبعاد السياسية، لماذا قد يصرح مثلا وزير خارجية بهكذا تصريحات في سياق أنه يتكلم أمام شعبه، أمام أيضا شعوب الأخرى، أمام العالم أيضا؟ شيء طبيعي سيدي، الجميع وزير الخارجية الإماراتي، وزير الخارجية السعودي، الإيراني بعيد عن إيران، العماني، هؤلاء جميعا والعالم، يعني لا أحد يا سيدي يريد الحرب، لا أحد يريد ما يحدث الآن في اليمن، الجميع يريد السلام، الجميع يريد الهدوء، الجميع يريد أن تعود الشرعية إلى اليمن وأن يعود الاستقرار والأمن والهدوء والسكينة. يعني ليس هناك أحد حريص على الحرب باستثناء إيران وقطر ومن معها. الحوثيين هم عصابات يعملون لصالح
هذه الدولتان في الداخل اليمني، وما نلاحظه الآن في شمال اليمن تحديدا من نزع زرع الطائفية، ويعني كما يقال بصراحة تشجيع بعض المشايخ على دعم الحوثي والوقوف معه وتسليم المرتبات والدعم وابتعاث أبنائه من الخارج، كل هذا يا سيدي من أجل أن تبقى اليمن في معركة على مدار الوقت. هؤلاء لا يريدون السلام، يعني عندما يكون هناك شرعية وعندما هناك يكون اجتماع دولي وأمم متحدة وكل هؤلاء يريدون السلام، إلا أن إيران لا تزال تمد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ والحرب وما شابه ذلك. لذا وزير الخارجية العماني عندما صرح بهذا أعتقد أن هذا الرجل يريد الوصول إلى حل، ولكن ليس معنى هذا الكلام أنه يعني أنه حصل على معلومات أن هناك تواصل بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية. لازلنا نكرر يا سيدي المشكلة سوء الفهم في هذه النقطة. المملكة العربية السعودية ليست طرفا في الحرب. ما يحدث الآن هو اختلاف ما بين الشرعية والحوثيين. الحوثيين انقلبوا على السلطة، أتى التحالف العربي وليس المملكة العربية السعودية، أتى التحالف العربي لإنقاذ اليمن من التدخل الإيراني الفارسي. الآن يظهر لنا من يقول بأن هناك أشخاص أو أن هناك عمل تحت الطاولة للتفاوض مع الحوثيين. لا يمكن يا أخي، لا يمكن يجتمع سالب وموجب، لا يمكن يجتمع نار وماء. الموضوع يا سيدي واضح وصريح، وإذا كان المملكة العربية السعودية حريصة على هذا العمل من تحت الطاولة مع الحوثيين لكان يا سيدي من العام 2015 وانتهى الموضوع. ويا أخي وش لك والطريق المعلق؟ خلاص بلاش الشرعية وبلاش كده، أذهب مع الحوثيين مدام سيطروا على العاصمة صنعاء وأصبحوا قوة كما يرون أنفسهم. فلذا أنا من الأفضل أن أمد من البداية الخط معهم ولا أخسر ولا أتكلف ولا أتعب نفسي، لكن هذا الأمر غير صحيح. هناك حكومة شرعية قائمة معترف بها دوليا برئاسة عبد الرب وهادي منصور، لذا التعامل سيكون معها. أعود إلى التركيز على سؤالك سيدي حول وزير الخارجية العماني. إذا ما يعني أنا لم أسمع هذا الكلام بصراحة، ولكن بما أنك نقلت هذا القول فأنا أؤكد بأنني أنا وأنت والشرعية وغيرنا يريد السلام يا أخي. لا أحد يريد الحرب، لا أحد يريد هؤلاء الضحايا يا سيدي. اليوم صدر تقرير عن مركز التأهيل الحقوقي اليمني. اليمن اليوم يا سيدي بمناسبة يوم المرأة العالمي هي أكبر انتهاكات تشهدها الأرض في اليمن ضد المرأة من جانب الحوثيين، سواء من حيث إرسال القذائف على المدنيين أو زراعة الألغام أو القمش أو القتل العمد أو حتى الخطف النساء. يا أخي ما يحدث في اليمن يعني أمر. وهناك أيضا جهات منتهكة أخرى لحقوق الإنسان فيما يتعلق وأيضا حقوق المرأة في اليمن. على كل حال تفضل، يعني أعود إلى ضيف الآخر سيد عبد الحفيظ الحطامي الصحفي من مأرب. سيد الحطامي، يعني في سياق الحديث عن دور الحكومة الشرعية من أي يعني مفاوضات ممكنة أو من العملية السياسية مما يجري في اليمن، إلى أي مدى ترى أنها متماسكة؟ إلى أي مدى ترى أنها تمثل أو قادرة على التعاطي، تملك أوراق قادرة على التعاطي مع أي تسوية سياسية قادمة أو حل سياسي قادم؟ نعم أخي الكريم، طبعا في اعتقادي بأن الحكومة الشرعية يعني لها تجربة، والشعب اليمني عموما له تجربة سوداء مع ميليشيات الحوثي منذ اتفاقيات السلم والشراكة واتفاقيات الاتفاق الحوار الوطني وبعدها الجنيف 1 و2 والكويت 1 و2 ونهاية بستوكولم، وكل حاولت الميليشيات أيضا والدول التحالف المضي في هذا المسار، واتضح لهم جليا بأنه مسار طبعا فاشل ويتحول إلى 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 يعني إلى إلى ما هو أسوأ، وتتسع الحرب ويصير هناك دمار وخراب وتتسع الهوى بين الأطراف سواء كانت ميليشيات الحوثي الانقلابية أو بين الحكومة الشرعية. لكن في اعتقادي في الوقت الراهن
وقد دخلت أجندات أخرى للأسف الشديد. هناك تم استنساخ ميليشيات أشبه بميليشيات الحوثي، وأيضا تمارس نفس الأهداف، هو تمزيق الشعب اليمني، هو التدمير، هو إنهاء حكومة الشرعية. وللأسف الشديد يعني عندما نتحدث عن الحكومة الشرعية، وضعها طبعا الآن يعني سيء عما كان سابقا في السنوات الماضية، وحتى وضع الأشقاء في التحالف بعد تدخل وتقاطع أجندات ومصالح في القضية اليمنية. اليوم حتى على مستوى الجيش الوطني هناك قوات، قوات طارق صالح لا تعترف بالحكومة الشرعية، وهي من ضمن القوات التي تقاتل في الساحل الغربي ولها أجندات، وهناك يعني تقاطع مصالح مع المجلس الانتقالي هنا، يعني كثير من النخب الأمنية وغيرها في محاولة استنساخ قوات ورجال أمن وقوات أمنية وقوات جيش خارج نطاق الشرعية ولا تعترف بحكومة الشرعية. وهذه صراحة الشعب اليمني يضع عليها ألف علامة استفهام، من الذي استنسخ هذه الميليشيات؟ من استنسخ هذه القوات خارج إطار الحكومة الشرعية التي جاء التحالف لإنقاذ الشعب اليمني وإعادة الحكومة الشرعية؟ وتم استنساخ للأسف الشديد يعني مسلحين وقوات تواجه الشرعية. السؤال من هو المستفيد من هذا سوى الميليشيات الحوثية التي اليوم تتكئ أكثر على المزيد من التمزيق داخل الحكومة الشرعية، سوى على مستوى الجيش الوطني واستنساخ ميليشيات وقوات مقابلة له ومقاتلة له، والذي يؤخر اليوم الجبهات، وهو أن الجيش اليمني والحكومة الشرعية طعنت في المحافظات الجنوبية. وهناك الكثير من يتساءل من الذي يعرقل الحكومة الشرعية على القيام بأداء واجبها على الشكل الأمثل. على كل حال أشكرك سيد عبد الحفيظ الحطامي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من المغرب. الشكر موصول أيضا للدكتور عبد القادر الجنيد المحلل السياسي، كان معنا من كندا، وكذا السيد المحلل السياسي السعودي سيد سلمان عسكر، كان معنا عبر الهاتف من أبها. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.